متفرج على المباراة كون في مستوى فني وجماهيري متميز والترجي يتميز عن طريق الدراجي. دراجي حط كورة، جوزيف نيانغ يحط الكورة ممتازة، تسديدة الهدف الترجي العاصمة. 1-0 ما أحلى وقتك، ما أحلى إبداعك، ما أحلى عودتك، ما أحلى الرجوع إليك يا رقم 21. مجدي الدراوي يفتح باب التسجيل، الدراوي يسجل بقذيفه الأهداف. السيناريو الأمثل في الوقت الأفضل للترجي الأفضل في بداية موقعة المنزه من أجل دور الأربعة للبيك فور يا ترجي. هنا الفرحة وهنا الصواريخ وهنا 10,000 من مجانين الترجي الرياضي التونسي وبخلافهم ملايين ينتظرون يدعون في التلاوات يسترسلون في كورة تمشي من بيكاسو. يقرب أسامة، يهز راسه، يحط جوزيف، يختمها مليح، يحضرها مليح للقادم من الوراء، يضرب للأمام ليفتح الترجي شريط الأهداف ويسجل الأهداف ويفتح باب التسجيل. مجدي الدراوي متوحش الترجي، متوحش هدفين. هذه حسابات، هذه نقاط، هذه معطيات، هذه مؤشرات. وهنا الثاني الأهداف في الهدف الثاني، ولا أروع يا جوزيف ولا أروع يا نيان. هذا اللي قلناه، الترجي سيبدع في ليلة هدف آخر يا نيان. جوزيف ولا أروع على الطاير، وعلى الطاير يا جوزيف ليطير بعقول المكشخين والمكشخات إلى قلب نوفمبر وديسمبر. نوفمبر فيه نهائي الشامبيونز وديسمبر فيه معارك الوورد كاب. أين البارسا تنتظر يا كامروني؟ هدفين لصفر في 19 دقيقة. نرجع من غير غرور كما قلت، الشوط الأول تتحسم فيه المباراة. هذا المنطق، هذا المعطى، هذا الموجود، وهنا الهدف الموجود المنشود. ولا أروع يسرح ساقه اليسار، يعمر الرجل اليسرى وقذيفة في مرمى سفيان عزدين للثاني الأهداف للترجي الرياضي التونسي. هدفين للصفر لاقى في التهديف. هذه النقطة اللي حذناها في ماتش الوداد، قلنا لما تكون اللعبة مقفولة يلزم تحاول بالتسديد. اليوم فما تسديد وفما هدفين. يمشي دراجي، أسامة دراجي يحط كرة ممتاز، جوزيف، جوزيف نيانغ، جوزيف يصدر، والهدف الثالث للكاميروني. الهدف الثالث للكاميروني، الهدف الثالث من الطنك. لا تظلموه، لا تذبحوه، مازال عنده ما يوري الكاميروني. جوزيف نيانغ، ثلاثية للترجي الرياضي في الشوط الأول، مباراة منتهية في الشوط، والثالث أهداف نيانغ في دورة الأفريقي. في 5 مباريات 3 أهداف لحد الآن، حصيلة معقولة مقبولة من الكاميروني جوزيف نيانغ اللي حاول يعوض لاعب في قلوب الترجيين اسمه مايكل، كنيته الدبابة ولقبه الرامو. هدف ثالث بلمحة فنية. الترجي في شوط الامتياز، في شوط رائع، وسط ظهور من الدفاع الجزائري، وسط توهان من دفاع العاصميين للمولودية، والثالث الأهداف بلقطة فنية. شوف الكنترول حتى قدامه، بطل شوية يعدل بدنه ويدور ويلف ويسجل الجول الثالث، الهدف الثالث، البونتو الثالث للترجي الرياضي التونسي. 3-0 وتبارك الله عليه. انهى تعاقده مع المنتخب الجزائري في اعقاب الفشل بالوصول لكاس امم افريقيا مع الخضر اللي في هناك. رقم 2 هو اللاعب سين الدين بن سالم. بينما هنا كرة خطيرة، يمشي جوزيف نيانغ، الهاتريك من الكاميروني، الهاتريك من الكاميروني. ليلة الكاميروني، يوم الكاميروني، ساعة الكاميروني. جول جول جول، جولاثو من جوزيف نيانغ، هاتريك من اللاعب الكاميروني جوزيف نيانغ في مرمى المولودية، ويسجل بالمناسبة 4 أهداف، هدف في مرمى الأهلي وهاتريك في مرمى الامسية الشناوة. 4-0 للترجي الرياضي، 4-0 للترجي الرياضي التونسي. لقاء متميز جدا من هجوم الترجي. هذه هي كرة القدم الواقعية والنجاعة. غابت في ماتش الوداد رغم الفرص اللي ضيعها الترجي، اليوم النجاعة كانت تقريبا 100%، 4-5 فرص تحطوا في الشبكة. وهذه هي الكرة، هذه هي كرة القدم، هذا هو الفوتبول. يعني ضد الوداد الفرص ما دخلتش بوجود عملاق اسمه المياغري. اليوم الترجي القى النجاع والقى التوفيق وتوفق امام المرمى. هنا اشارات جمهور الترجي الرياضي، وكانه يعني حسب ما نفهم الرساله والمساج يحكيوا على دور الفراج، الفراج والمدرب.